تثبت. خليني أقاطعك بس يمكن لأنه حتى ما أفقد الاتصال معي، اتصال من السعودية، من الشيخ محمد النمر شقيق. عم بيسمعني الشيخ محمد النمر؟ مساء الخير. مساء النور. بداية أكيد بنقدم التعازي بسقوط الشيخ نمر باقر النمر. نحن أيضا بنضم صوتنا لإلك بالتعزية. طبعا فضيلة الشيخ، بداية خليني أسألك بصراحة، كم يمكنك أن تتكلم عن الوضع اللي موجود الآن في منطقتكم؟ الوقت اللي بدكم إياه، وشكرا جزيلا لكم وعلى تعازيكم، وشكرا لضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام أيضا. الوضع هلأ هادئ، في إجراءات أمنية مشددة، في حركة احتجاج، كيف تصف الوضع في المنطقة عندكم؟ في الحقيقة هو بعد استشهاد الشيخ النمر يوم السبت الماضي، بعد انتشار الخبر في التلفزيون السعودي وقناة الأنباء السعودية، خيمت أجواء الحزن كثيرا في منطقة الشيخ النمر، في مسقط رأسه، ولبس الناس أيضا السواد، وبدأت التعازي، وأغلقت المحلات التجارية في يومها، كل المحلات التجارية تقريبا أغلقت، وصارت حالة من الصدمة الكبيرة جدا جدا، لأنه ما كان هذا متوقع بهذه الطريقة وبهذه السرعة أن يتم هذا الإعدام. صحيح أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الذي صدر على الشيخ في 15 أكتوبر 2014، ولكن في الحقيقة والمحكمة العليا أيضا صادقت، ولكن عندما وصل القرار إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، كان هناك أملا كبيرا جدا جدا يحدو الناس، أغلب الناس، أن لا يوقع الملك سلمان على هذا القرار لما في ذلك من مشاكل وتبعات مثل هذا القرار، وكان هذا التحذير تحذير أو تقدير كثير من السياسيين والمتابعين كانوا يحذرون من تبعات هذا القرار أو تبعات هذا الإعدام، ولكن للأسف الشديد أسفنا جدا لهذا القرار المفاجئ والذي أعدم فيه 47 شخص، وزج يعني ما يوسف له، زج اسم الشيخ النمر مع مجموعة من الإرهابيين القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء في الوطن أو في خارج الوطن، يعني من جماعة القاعدة أو جماعة داعش، ويزج اسم الشيخ النمر في وسطهم كخلط للأوراق. وإلا الشيخ النمر بكل تأكيد، أنا أتكلم وأنا واثق من كلامي، بكل تأكيد لا علاقة له بالإرهاب، لا من قريب ولا من بعيد، بل على العكس تماما وعلى النقيض تماما، وهناك أدلة كثيرة. الشيخ النمر كان داعية للسلم وداعية أيضا إلى اللاعنف، وهذا الكلام الذي أقوله هو ليس فكرة الشيخ النمر وحده، بس أهل القطيف عموما في مطالبهم وفي الأشياء وفي مخاطباتهم مع الدولة وفي اعتراضاتهم أيضا لا يتجاوزون النشاط والأعمال والحراك السلمي. خليني أسألك فضيلة الشيخ، بتقديركم لماذا زج إذن كما استخدمت التعبير اسم الشيخ نمر النمر في هذه اللائحة؟ أنا أتكلم شيء بصراحة متناهية جدا. كنا نظن عندما يعني سرب خبر الإعدام وأن هناك أشخاص كثيرين 40 أو 50 شخص يعدمون، كنا نظن في الحقيقة وكثير من الناس كانوا يظنون أنه المطلوب هو إعدام جماعة القاعدة وجماعة داعش، أسماء معينة كانت متورطة في أعمال إرهابية، وأنه حتى يرضون الدواعش وحتى يرضون أطراف معينة سيدخلون قهرا وإقحاما الشيخ النمر من أجل أن يعني يرضون الشارع السني الطرف الآخر، ولكن الذي تبين فيما بعد أنه كان المقصود هو الشيخ النمر، وزجوا معه مجموعة كبيرة ليتخلصوا منها بهذه المناسبة، يعني كان الأمر معكوس جدا. وإلا والدليل على ذلك أن المحكومين 46 أو على الأقل 42 منهم محكومين بالإعدام منذ أكثر من 10 و12 و14 سنة، الشيخ نمر آخر واحد حكم عليه بالإعدام قبل حوالي سنة واحدة، وفجأة هؤلاء يبقون في السجون ومحكوم عليهم بالإعدام من 10 و14 سنة ويتركوا الآن، لما صار حكم إعدام الشيخ نمر قبل في 15 أكتوبر 2014 يزج باسمه في هذه القائمة، هذا يعتبر نعتبره خلطا
للأوراق بكل وضوح، هو مرفوض رفضا قاطعا ولا نقبله، وسنبقى في الحقيقة نستنكر على هذه الحالة ونستنكر حالة الإعدام بالوسائل السلمية. أيضا أقولها بالفم المليان، سنستنكر هذا وندعو أيضا إلى أي أحد يستنكر هذه الحالة أن يستنكرها بالوسائل السلمية سواء في الداخل السعودي أو في الخارج السعودي. فضيلة الشيخ، إنما المؤكد أن الشيخ المغدور النمر باقر النمر كان معارضا للنظام، وورد في حكم الإعدام أنه لم يكن يعلن الطاعة لولي الأمر. هل هذا بالنسبة إليكم موضوع ممكن في السعودية؟ هل هو جائز؟ هل هو مشروع إنسانيا وقانونيا؟ هل ستتعاملون معه من الآن فصاعدا على قاعدة تقديم الطاعة، أم ستكملون في خطاب الشيخ النمر المعارض؟ لا، سنكمل أو لا نكمل هذا موضوع آخر، وفي مسألة مهمة جدا، أن الشيخ نمر لم يكن معارضا بمعنى المعارضة الاحترافية الموجودة في العالم العربي أو في غير العالم العربي. الشيخ نمر ليس معارضا بهذا المعنى، المعنى الاحترافي للمعارضة، يعني لا يعتبر نفسه أو أي أحد من مريده ما يشكلونه يطالبون بإسقاط النظام، ولديهم برنامج أجندة، يعني حتى لو طلعت شعارات كلامية هنا أو هناك، لكن لا يوجد لديهم أجندة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني حول عدم طاعة النظام، يعني كانت هناك مشكلة في هذا الموضوع فعلا بين الشيخ نمر وبين النظام، بين وزارة الداخلية، هذه مشكلة حقيقية موجودة. ولكن خليني أنا أجاوبك بسؤال آخر، هل عدم الطاعة هذه التي أشرت إليها أنت كما أشار إليها القضاء، هل تستوجب حكم الإعدام يا لطيف؟ يعني هذا سؤال مهم جدا وجوهري، هذا حتى مع ثبوتها خلينا نقول استاذنا الكريم ثبتت هذه عدم الطاعة تستوجب القتل بهذه الطريقة. أظن هذا يعني مرعب، هذا الكلام أو هذه الفكرة. نتيجة حكم الإعدام كانت الخوف لدى شارعكم أم الغضب؟ وبناء على ذلك كيف تتوقعون أن تذهب التطورات في منطقتكم؟ شوف، في داخل منطقتنا التطورات ستكون أظنها يعني لفترة زمنية، يعني التطورات الميدانية أو الاحتجاجات التي لا نحبذ إلا الاحتجاجات السلمية منها طبعا، ولكن حتى يعني حتى لو صارت أي تطورات، أنا أظن في مقدور الدولة، في مقدور وزارة الداخلية على استيعابها وعلى إنهائها. بالتالي ما في حراك أو ما في تظاهرات أو ما في مشاكل تبقى إلى يعني إلى عشرات السنين أو إلى سنين حتى، يعني تكون محدودة مهما كان. أكبر انتفاضة تبقى مثلا أو أكبر أحداث تستمر لمدة سنة أو 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 ما شابه مثلا. لكن الشيء الأصعب الذي لم يلتفت إليه، أن هناك شرخا كبيرا بقى في النفوس في هذا الموضوع، شرخا كبيرا، وهذا يشكل، والآن أنا في ظني في تقديري سيشكل مأزقا لنا في البلاد. ستكون هناك هو بين الناس وبين الحكومة. السبب في هذا أن الشيخ النمر مكانة في وجدان الناس، الدولة أو الجهات المعنية أو الجهات المسؤولة الداخلية أو في غير الداخلية لن يقدروا هذا الموضوع تقديرا جيدا، لم يقدروا هذا الموضوع تقديرا جيدا، يعني لم يقدروا المكانة التي لدى يعني في وجدان الناس تجاه هذا الشيخ. هذا بالنسبة إلى الداخل السعودي. أما بالنسبة للخارج السعودي، فرأينا في الحقيقة، وهذا جلي وواضح، يعني لربما كانت التوقعات أن تكون هناك بيان هنا وبيان هناك، ويعني منظمة العفو الدولية أو فلان جهة أو المرجع الفلاني في النجف يخرج بيانا استنكاريا على الحالة وينتهي الموضوع. ولكن الذي تبين أن العالم منذ يوم السبت الساعة 10 عندما أعلن الخلاء إلى غاية هذه اللحظة، التي نتكلم فيها في برنامجكم وما بعدها، أيضا واضح أن الوضع في غليان وفي حالة استنكار. وأقول لك بصريح العبارة، أيضا هناك حالة أيضا عدم، يعني ما في جواب لدى المعنيين، لدى المسؤولين، حتى الذين عملوا مداخلات وحاولوا يدافعوا عن 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 عن, عن الإجراء الذي حدث، عن القتل الذي حدث، كانت كل يعني منطقهم ما كان دون المستوى. ما يمكن تبرير هذا القتل بالذات للشيخ النمر، ما ممكن.
ما ممكن الا ان واحد يعتبره يعني زله كبيره لدوله كبيره او خطا كبيرا لدوله كبيره، يعني في هذا العادات في هذا الاتجاه. فضيله الشيخ، هل هناك اتصالات بينكم وبين السلطات السعوديه على الاقل حول بعض حول اجراء لتسليم الجثمان ام سوى ذلك، او حتى في مسائل تتخطى موضوع الاعدام الى الوضع السياسي والامني؟ يعني بالتالي الحدث بالنسبه لنا انتهى بقتل الشيخ. ملف ومعامله الشيخ النمر صعدت من الارض الى السماء، لم يعد لدينا فرصة ومتسعا، ولكن يبقى الذي بيننا وبين الحكومة في هذا الموضوع، بين حكومتنا، موضوع تسليم الجثمان. وقد طلبنا منهم أن يسلموا الجثمان من خلال الاتصالات الشفهية، من خلال أيضا بيان أصدرته العائلة في هذا الاتجاه، ومن خلال أيضا بعض الوسطاء من أهل الخير الذين يتوسطون في هذه المسائل. ولا نزال وسنبقى نطالب أيضا في الحقيقة أن الجثمان يعود إلينا لكي ندفنه في مسقط رأسه ووفق الضوابط الشرعية التي نعتقدها، ووفق العادات والمراسيم التي اعتاد أهل البلاد بلادنا منطقتنا عليها. أما أن يدفن الشيخ في مكان مجهول ولا نعرف أيضا المراسم الدينية والشرعية التي أجريت عليه، فهذا شيء في الحقيقة يعني يؤسف له. وكل ما نتمناه ونطلب ونطالب وسنبقى نطالب على أي حال أن هذا الجثمان يعود إلينا لندفنه في مكان مسقط رأس الشيخ إن شاء الله. سؤال أخير، اتهامكم بالعلاقة مع إيران والتدهور في العلاقات بين الرياض وطهران بنتيجة هذا الحادث، كيف تنظرون إليه؟ هل تعتبرون أنفسكم معنيين بهذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع طبعا بالدرجة الأولى فيه جنبة سياسية كبرى، وأنا الآن هنا لست في مورد أن يعني أتدخل في السياسة بهذه الطريقة. يؤسفنا ما آلت فيه الأمور بين طهران والرياض، يؤسفنا توتر العلاقات. نحن باتجاه ممن يدفع ويشجع تحسن علاقات بلادنا ومع إيران أو مع غير إيران. وأقول لك بصريح العبارة أن ما حدث إلى سفارة بلادنا وقنصلة بلادنا في مشهد وفي طهران السفارة، هذا شيء أيضا محل يعني استنكار بالنسبة لنا، لا نرتضيه لا نقبله، ولا ويعني ضمن استنكارنا لأعمال العنف. هذه بلادنا، لا نسمح لأحد أن يعتدي على منشآتها الداخلية ولا الخارجية. هذا خطأ قام به بعض الإيرانيين ولا نقبله أبدا أبدا. وندفع نحن ولا نتمنى أيضا أن تصل الأمور إلى أكثر مما وصلت إليه من توتر بين إيران والمملكة العربية السعودية. ولكن حدث، ولكن وددت أن أشير إلى آخر نقطة وهي مهمة جدا، إن تدخل بعض الإيرانيين أو تدخل إيران أو بعض الدول الأجنبية أيضا، يعني مش تدخل، في الحقيقة تفاعل الإيرانيين أو العراقيين أو بعض المجتمع، شرائح بعض المجتمع اللبناني أو في الهند أو في باكستان أو في أوروبا، يعني هذا ما لم يحسبوا له حسبان للأسف، أن الشيخ النمر هذا عالم مجتهد وصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه الشيعي، في الفقه والأصول، في حسب يعني مراتب الحوزة العلمية في 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 قم أو في النجف أو في كربلاء، وصل إلى درجة الاجتهاد. المجتهدين في الفقه الشيعي لدى الشيعة لهم مكانة ولهم قدسية ولهم مقام. يأتي هذا الحكم في المملكة العربية السعودية في بلادي على الشيخ وهو شيخ مجتهد، يعني وصل إلى درجة الاجتهاد لدى الشيعة، تعتبر هي درجة أشبه ما تكون بالدرجة البروفيسور في الجامعات، ويعتدى ويقتل هذا الشيخ. هذا حد في خاطر الشيعة، ليس من أجل التدخل في الشؤون السعودية وإن كانت هناك صراعات سياسية، لكن هذا شيء الشيعة يعتبرونه هذا تحدي لهم وكثيرة لهم، لأنه هذا يشكل يعني في صف المرجعية. هذا الرجل أخي الكريم، أستاذنا الكريم، هذا الرجل الشيخ النمر، الشهيد النمر، هو في صف المراجع العظام الموجودين الذين تسمعون بأسمائهم كل يوم في العراق أو في إيران. أن يعتدى عليه بهذه الطريقة ويذهب كذا في، كما يقول المثل الشعبي لدينا، في شربة ماء، هذا اعتبره الشيعة المواطنين، الشيعة الذين لا دخل لهم بالسياسة، تحدي وخسارة. لذلك حتى هذا التفاعل أو هذا الاعتراض أو الاحتجاج الموجود في العراق أو لبنان أو في إيران هو ضمن هذا الإطار، وليس ضمن إطار تحدي لبلادنا، وليس بالضرورة أنه تدخل في شؤون بلادنا الداخلية. كما أنه حتى أستاذنا الكريم، آخر فكرة، حتى
حتى ايضا الاخرين من الدول الاوروبيه عندما تدخلوا، مو تدخلوا في الحقيقه، عندما ناشدوا المملكه العربيه السعوديه واخرهم كان قبل حوالي 3 أسابيع بان كي مون الامين العام للامم المتحده ان لا تقدموا على قتل الشيخ نور، هذا موجود في الصحافه والاعلام قبل 3 أو 4 أسابيع لا اتذكر التاريخ جيدا. يعني ناشدهم مناشدة صديق، وهؤلاء أصدقاء للمملكة ناشدوا المملكة أن لا يقدموا على هذا لما في ذلك من مخاطر، وكانوا يدركون هذه المخاطر، ولكن للأسف تقديرات الساسة أو غير الساسة أو المستشارين في بلادنا كانت يعني أظن هذه تقديرية خاطئة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه للأسف الشديد. ختاما فضيلة الشيخ، استخدمت بحديثك دائما مفردة الشهيد شيخ النمر، هو نعم. شهيد ماذا وفي مواجهة من؟ الشهيد هنا بمعنى المظلومية، أنه ظلم أكيدا بكل تأكيد، ظلم ظلما أيضا كبيرا منذ أن اعتقل. أنا لا أناقش الآن، والتهم التي منذ أن اعتقل في 8 جولاي والتهم التي وجهت إليه أيضا ظلما وعدوانا لم يثبت عليه. أنا حضرت كل جلسات المحاكمة، جلسات المحاكمة كانت خاصة في المحكمة أمن الدولة، أنا باستثناء الجلسة الأولى كنت غائبا عنها لأنه لم يحضر أحدا من طرفنا، باقي الجلسات كلها حضر. أجزم لك بالقول وأنا مسؤول عن كلامي، وأعلم أن هذا كلامي قد أحاسب عليه وأنا مستعد أن أحاسب عليه، أنه لم يثبت لدى المدعي العام ولا لدى القاضي أيضا أن الشيخ النمر مارس أعمالا إرهابية. كل ما في الأمر الذي ثبت على الشيخ النمر أنه قال كلاما قد يكون قاسيا، قد يكون يعني مرتفعا، بنبرة مرتفعة، بحدية إلى آخر، قد يكون. وهذا إذا كانت الدولة تريد أو كانت القضاء يريد أو الداخلية تريد محاكمته ويقدمونه للقضاء، قد يقدمون للقضاء ويحاكمون بالجرم الذي قام به. أما أن تلفق فيه تهم أخرى ويحاكم بجرم لم يرتكبه، على العكس تماما، هو كان ضد هذه الأعمال العنفية وكان من دعاة السلام وكان من الرافضين لحل استخدام السلاح في الشارع عندما تأزم الوضع في 2012 و2013، عندما كان ضد هذا، وله محاضرات وله كلمات وله خطابات في هذا الاتجاه. أنا أعتذر عن الإطالة، بس سؤال استضاحي لأنك ذكرت المحاكمة، هل كان هناك محامون للدفاع عنه من قبلكم أم معينون؟ لا، كان في محامي الدكتور صادق الجبران، كان هو وهو محامي قدير ايضا ومتمكن وقادر، كان هو الذي تصدى لهذا الموضوع، ولكن في تقديري كانت، وانا كلامي هذا ادري انه سيجرح البعض ولن يقبله البعض، كانت هناك محاكمه سياسيه وكان هناك قرارا مسبق في هذه المحاكمه للاسف الشديد ذهب ضحيتها هذا الشيخ المظلوم. هنا بذلك اقول لك فانه ما دام ظلم فهو شهيد بكل تأكيد. فضيلة الشيخ محمد النمر، شكرا لاتصالك، نجدد التعازي وتمني الخير لشعبكم وبلدكم.